مرحبا جميعا، جاسم مصطفى نومور وفيديو جديد ونسألت عنه كثير. خلينا نبلش بشكل كبير مباشر. مرحبا، انا جاسم مصطفى. اجتني كثير اسئله، واجت لكثير ناس في قطر اسئله، واجت لكثير ناس من المندوبين اللي موجودين في الشركات الموجوده في دوله قطر اسئله كثيره عن انه انا عندي اقامه وبسبب الكورونا او بسبب الازمه اللي صارت فانا عالق برا البلد، متى ممكن ارجع على البلد؟ السؤال هذا كثير انسال، فلازم اني احكي لك انه تنبسط لانه في كثير ناس اليوم عم تجيهم موافقات على عوده المقيم على دوله قطر. بدي اعرض لك شغلات سريعه انا قراتها هيك صراحه وحمستني وخلتني اطلع احكي لك هذا الفيديو. واحد من البوستات على واحده من الجروبس نزل، الحمد لله في اكثر من شخص كفاله شركه وصلوا موافقات اليوم، الف مبروك وعقبال كل الناس. ويا ريت وليس امر اي عضو يجي له موافقه، لو مش حابب ينزل منشور يرسل للصفحه وبننزل له المنشور بدون بيانات شخصيه بس للاطمئنان فقط. ويسر حال الجميع. بصراحه هذا خبر كانت ناس عم تستناه. تقدر ترجع اليوم لدولة قطر، وهذا البوست اللي أنا عم أحكي لك عنه هو أصلاً من أكثر من أسبوع، فمن أكثر من أسبوع لليوم أكيد طلعوا لناس كثير. اللي عم تشوف على السكرين عم بعرض لكم موافقات على عودة هدول المقيمين. خليني بس أطلع هيك على البيانات بشكل سريع. تصريح دخول استثنائي وبين قوسين محطوط حجر فندقي، واللي معناه اكيد انه انت بتقدر ترجع، هذا استثنائي، ولما ترجع اكيد انت راح يحطوك في الحجر الفندقي لمده اي ثينك اسبوع. دقيقه نشوف بلد القدوم مثلا لهذه التاشيره اللي في ايدي حاليا من الهند، والعلاقه بالمستقدم عمل، وتاريخ انتهاء الإقامة كان 23/10/2020. نوع الحجر المتطلب فندقي، ومدة الحجر 7 أيام. فإحنا مدة الحجر اللي انت راح تتعرض لها هي 7 أيام في الفندق، فبتقدم لك الشركة على طلب دخول استثنائي. طلب دخول استثنائي بيقدموا لك إياه وإن شاء الله أنهم موقفين. فهذا مثلا اللي بين إيدي هو هند الجنسية. هتحكي لي طب بس هند الجنسية؟ حكي لك لا. اللي بعده كمان تصريح دخول استثنائي وحجر فندقي، هذا على الواتساب اجانا، واللي هو الجنسيه سريلانكي. طيب اللي بعده برضه نفس الشيء، تصريح دخول استثنائي وحجر فندقي ومده الحجر 7 ايام، وبلد القدوم من مصر. بلد القدوم من مصر يعني ما حد يحكي لي طيب الجنسيه المصريه ما راح تقدر تدخل، او الجنسيه السوريه ما راح تقدر ترجع تدخل، او الاردنيه ما راح تقدر ترجع تدخل. هاي بلد القدوم من مصر، و ديفينتلي حجر فندقي لمده 7 ايام. كان في حدا عم بسال او عم بحكي هيو، الحمد لله يا شباب اليوم توافق على شخص هندي على كفالتي، كنت مقدم له طلب من 10 ايام، فاخذت معه المده 10 ايام، وهي شركه خاصه وحاطط بيانات هذه الموافقة، نفس الأشياء اللي كنت أقرأها قبل شوي. واحد كان بيسأل طب والمصريين يا غالي، مكتوب شخص فقط وافقوا عليه اليوم. هذا نفس الشخص اللي كان بيحكي أنه أجت موافقة على طلب القدوم الاستثنائي للشخص اللي من الهند أو سريلانكا أو whatever. كان حدا بيسأله بيحكي له طيب والمصريين، حكي كنت مقدم العشرة ووافقوا على شخص والباقي في الانتظار. مدام وافقوا على شخص ومدام بلشوا وافقوا على عودة قدوم استثنائية للأشخاص اللي أصلاً علقوا برا الدوحة معهم إقامات في دولة قطر، فالكل يحكي لشركاته إنها تقدم له علشان يقدر يظهر. فلهون اللي بدي أحكيه من هذا الفيديو إنه اللي علقين برا دولة قطر واللي لهم أشغال في دولة قطر واللي معهم إقامات كانت في دولة قطر وكانوا مسافرين برا وبعدين صارت أزمة الكورونا، اليوم صار في موافقات كثيرة للعودة لدولة قطر بس بوجود الحجر الفندقي. المرحلة الرابعة لرفع القيود عن موضوع الكورونا والحظر والأخيره وعدم دخول ناس وعدم دخول ناس ومش عارف شو، كلها المنوي انها تبلش ب 1/9 او 1 سبتمبر 2020. ان شاء الله ما يصير تباعد في الاوضاع، وان شاء الله نتبلش ب 1/9. واي ثينك انه لو صار شو ما صار وتأجلت راح تأجل 14 يوم ل 14/9، بس ان شاء الله انه في 14 سبتمبر راح ندخل في المرحلة الرابعة لرفع القيود في دولة قطر، وان شاء الله كل الناس اللي عالقين برا دولة قطر يرجعوا على الدولة ويكملوا اشغالهم ويرجعوا يشتغلوا، وكل الناس اللي عالقين في اي دولة بدهم يرجعوا على بلدهم ان شاء الله انكم تقدروا
تقدموا على المنصات اللي حطيتها الحكومات لحتى انكم تقدروا ترجعوا على دولتكم باقرب وقت. من هون لكل الاوضاع ترجع بخير وسلامه وزي ما كانت في الاول. ان شاء الله بشوفكم بألف خير. سلام.